بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانه حمدا غزيرا، والشكر له شكرا كثيرا، والرفعة له رفعة وتقديرا، لجعله الدين ضربا للشعوب تهتدي بهديه، وأرسل الأنبياء هدى ورحمة للقلوب، وقدر لخلقه الأعياد تذكرهم بجلاله فتتوب إليه وتؤوب. نحتفل هذه الأيام بالزيارة التقليدية السنوية لعيد النبي شعيب عليه السلام، وبهذه المناسبة العطرة يؤم المقام المقدس أبناء الطائفة لتأدية الفرائض الدينية وإقامة الصلوات والابتهالات والتضرع للعلي القدير أن يعيدها علينا وعلى جميع خلقه، والكل يرفل بالحلل الخير واليمن والبركة والسعادة والسلام. في هذه المناسبة السعيدة يسعدني أن أتوجه إلى جميع أبناء الطائفة الأعزاء مهنئا مباركا بهذه الزيارة المباركة، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينعم على كل فرد منهم بالسعادة والهناء، وأن يعيد عليهم هذا العيد والأعياد الأخرى، والكل منهم ينعم بالصحة والعافية وهداية البال. وأتمنى عليه جل جلاله أن ييسر لنا العيش في مجتمع متسامح يحب الواحد منا فيه الآخر، خاليا من العنف والسلوكيات السلبية، وأن نبقى متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وأن نحتفل في العيد المقبل بمشايخنا وأهلنا من سوريا ولبنان والأردن وكافة الجاليات الدرزية، وأن نحتفل بهم وإياهم بالعيد في رحاب مقام النبي الكريم. وأبتهل وأتضرع لعزة الخالق أن يلهم الفرقاء في سوريا التعقل لإخماد دار الحرب في بلد المحبة والتسامح والتآخي، وتقريب وجهات النظر لجسر قوة الخلاف بين الأخوة هناك من أجل الوصول إلى حل الأزمة بما يرضي الله والجميع. إن لقاء الأخوة والأهل في رحاب المقام الشريف متباركين بزيارته لهو من أجمل اللحظات، حيث تلتقي القلوب على عهد الله والحب والوفاء والود والصفاء، وترتاض النفوس في حاضرة مقامه الكريم متواصلة بالمحبة والمودة والألفة التي نحن بحاجة إليها هذه الأيام. من رحاب هذا المقام الشريف أناشد من شذ عن الطريق القويم الذي رسمه لنا سيدنا شعيب عليه السلام من أبناء العشيرة التوحيدية الأعزاء، الرجوع إلى حاضرة الدين وإلى التعاضد والتآخي والتمسك بأهدابه وبالقيم الروحية والمبادئ الشريفة والعادات والتقاليد الموروثة، والتحلي بجواهر الأداب الأخلاقية الإنسانية، والعمل وفق التعاليم والمبادئ التي انبثقت من جوهر ديننا الحنيف. هذا العيد وهذه الزيارة المباركة لنبينا شعيب عليه السلام هي رمز من رموز المحبة والألفة والأخوة والتسامح، يوم تتوحد به كلمة التوحيد وتعلو راياتها، يوم تتلى فيه الصلوات لرب العباد، يوم يكثر فيه الدعاء، يوم البهجة والغبطة، يوم التلاقي والتصافي والاجتهاد، يوم الإجماع على وحدة الكلمة وصفاء القلوب ونقاء النفوس وعلو كلمة الدين. ولشبابنا الأعزاء الأكارم أقول: لطالما كنتم سياجا للدين وأهله وحماة للتوحيد، بكم تقوى عزيمتنا ومعكم تكتمل وحدتنا. أحييكم على غيرتكم المعروفية وحميتكم التوحيدية. في ليلة الزيارة المقدسة يقوم بعض شبابنا الغير متدينين بمسيرات المقام الشريف، وبدوري أحييهم، أتضرع إليه تعالى أن يسهل مسارهم ويبدد تعبهم ويمدهم بالعون والقوة ليصلوا للمقام سالمين معافين. إخوتي وأحبتي، باسم الهيئة الدينية وقادة الطائفة السياسية والاجتماعية نتمنى لكم مسيرات موفقة وسهلة، ونطلب منكم أن تكون هذه المسيرات منظمة هادئة منتظمة مرتبة، تراعي الشروط المطلوبة وتبرز الوجه الحسن للطائفة، تحترم القانون، تراعي الغير، لا تقلق راحتهم، تحافظ على حقوقهم ممتلكاتهم، ولا تزعج أحدا منهم. نتمنى أن تكون هذه المسيرات تربوية هادفة، لا تخل بالنظام، لا تستعمل فيها مفرقعات مدوية وعيارات نارية مزعجة، تراعي شعور الآخرين ويخيم عليها الجو التوحيدي والهيبة المعروفية. وفقكم الله وسدد خطاكم لتجتازوا هذه المسيرة وأنتم مفعمين بنور التوحيد والإيمان بلا كلل ولا تعب ودون عوائق وعقبات. إخواني، أستغل هذا الظرف لأضرع لعزته سبحانه
راجيا منه تعالى إلهام ولاة الأمر قادة المنطقة إتمام عملية السلام في هذه الربوع لتحقن الدماء ويستمي الأبرياء من هول الحروب وسفك الدماء. في الختام أتمنى للجميع عيدا سعيدا وزيارة مباركة ومقبولة، وكل عام والجميع بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.